لما اهتدي الضال خليت عندي السور ارتفاع متر حماية للأولاد، و يعني هلا بنشوف شايف عندي المسافة عالية يعني من هون لحد الحارة فوق 6 7 متر، وقرار القاضي انه اهد كل هذا السور اللي هي بيجي دائما يدور الدار عندي. إن البناء غير القانوني يضر بي كمواطن، ولذلك أتوجه للسكان العرب بالقول إنه يجب التوقف عن البناء غير المرخص. هدفنا هو أننا نريد أن تبنى الأحياء بشكل منظم وتكون للجميع حياة سهلة. إن المواطن الذي يهدم بيته غير القانوني يقوم بواجبه تجاه البلدية وهو ملتزم بالقانون. وتشافش بما لا يتخوك.